رئيس أمريكا سلطات بلا حدود لأقوى رجل في العالم. أقوى رجل في العالم وصف ليس جديد بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة، بل تعبير شائع من عقود باعتبار أن سيد البيت الأبيض يقود الدولة التي ترسم السياسة الدولية وتتحكم بمسار الاقتصاد العالمي. فيما يلي نلقي نظرة على أبرز الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأمريكي لرئيس البلاد. أولاً، الإشراف على تنفيذ القوانين. ثانياً، تعيين جميع المناصب، وهو الذي يعين جميع المناصب بما فيها الوزارية ورؤساء الإدارة بالإضافة إلى أعضاء المحكمة العليا بعد موافقة مجلس الشيوخ. له الحق في العفو وقت تنفيذ العقوبات، وللرئيس الحق كذلك في العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة. لديه حق النقض الفيتو، حيث يملك صاحب أعلى منصب في الولايات المتحدة حق النقض أي الفيتو، وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون عدا التعديلات الدستورية. أما من الناحية العسكرية، فيتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات غير محدودة عمليا في المجال الحربي، ويمكنه أن يعطي أمرا للجيش ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب. كما يمكن لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مقترحات بشأن الإنفاق الدفاعي السنوي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتعبئة الجيش. لديه راتب سنوي بحدود 400,000 دولار، ويتلقى أي رئيس أمريكي نظير خدماته مكافآت ثابتة تشمل أيضا راتبا سنويا بحدود 400,000 دولار سنويا، ومعاش تقاعديا بحدود 200,000 دولار. وفي حال خروجه من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته أو خسارته للاستحقاق الرئاسي المقبل، يحصل على معاش تقاعدي بحدود 200,000 دولار مع احتفاظه بلقب الرئيس مدى الحياة. صحيح أن صلاحيات الرئيس الأمريكي تبقى محددة وثابتة استنادا إلى الدستور، إلا أن تأثير قاطن المكتب البيضاوي ونفوذه يتجاوزان أسوار البيت الأبيض ليشملا الحكومات والمؤسسات الدولية.